تعذر حضرتك يا فندم ان احنا في قدرتنا نقدر هنفتتح وندشن بعض المشروعات من 64 مشروع. مهندس حسام فريد رئيس مجلس إدارة شركة الوايلر فريد للطرمبات، اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، فخامة الرئيس، الحضور الكريم، أنا اسمي حسام فريد حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة الوايلر فريد حسنين للطرمبات وحديثا المحركات الكهربائية. تأسست الشركة سنة 1982 شراكة مصرية ألمانية ما بين شركة أولاد فريد حسنين وشركة الوايلر الألمانية، إحدى شركات مجموعة سيركور الأمريكية. اسمع لي فخامتك، أتكلم على الشراكة مع إبدأ واللي قدرنا نتحرك بيه بعد الشراكة. بدأنا في تصنيع المحركات الكهربائية من قدرات كيلووات إلى ربع إلى 540 كيلووات. المرحلة الأولى اللي إحنا شغالين فيها دلوقتي وبنشرف بحضور فخامتك ليها هي تجميع المحركات وسباكة الأجزاء المعدنية من الظهر وتشغيلها بمصانعنا بالعاشر من رمضان، ثم النصف الثاني من 2023 نبتدي نزود مكونات أكتر توصلنا بنسبة مكون محلي يتخطى 70% بإذن الله. أيضا قدرنا نوقع عقود تصنيع وتراخيص تصنيعية مع كبرى الشركات العالمية في مجال طرمبات الطرد المركزي اللي بتعمل في مجال مكافحة الحريق ومياه الشرب والزراعة والصرف الصحي، مع شركة فويد النمساوية وشركة فاجولاتي الإيطالية وشركة جروب إيتوريا الإيطالية، بالإضافة إلى توقيع عقد توطين منتج مع شركة تروشيما اليابانية في محطات توشكا اللي جاري تنفيذها حاليا بنسبة مكون محلي 18% في الترمبات. دي ترمبات عملاقة يا فندم، وزن الوحدة أكتر من 80 طن، وده أول تعامل مع شركة تروشيما، فالحمد لله كنا قدرنا نتوصل معاهم ان احنا من اول شغل مع بعض نقدر نوطن في المنتج. احنا بنعتبر ده انجاز كبير وبنوعد حضرتك كمان نكبره الفترة الجاية، بالاضافة الى اضافة ماكينات ومعدات في المصنع باستثمارات تجاوزت 150 مليون جنيه، شأنها رفع القدرات التصنيعية والزمنية وجودة المنتج. على سبيل المثال وليس الحصر، الوقت التشغيل الحالي او زمن التشغيل الحالي لجسم مثلا ترومبا مشقوقه سبليت كيس بياخد اكتر من 70 ساعه عمل، مع دخول الماكينات والمعدات الجديده في الانتاج ان شاء الله خلال الشهرين الجايين تقلص مدد التشغيل لاربع ساعات وخمس ساعات. بالاضافه لده يا فندم، وتم توقيع عقد مع كبرى مكاتب التصميم العالميه يورو اندستريال، وده عقد مستدام يا فندم بيجدد سنويا، شانه تطوير المنتجات الموجودة عندنا في عائلة المنتجات اللي هي بتتجاوز 150 طراز ومقاس مختلف، ورفع كفاءتها من حيث ترشيد استهلاك الطاقة ورفع الكفاءة الميكانيكية للترمبات. حاليا تم تطوير أكثر من 12 مقاس من الترمبات المختلفة المشقوقة، بيغذي قدرات من 100 لتر ثانية ل 700 لتر ثانية، وده بيعتبر نطاق عمل مشروعات توشكا والضبعة ومستقبل مصر وغيرها من احتياجات شركات مياه الشرب والصرف الصحي في العموم. فخامة الرئيس، أخيرا وليس أخيرا، يناير 2021 كان ليا شرف حضور افتتاح فخامتك للمزارع السمكية بشرق التفريعة، وحضرتك وجهت كلمة لمصنعي الترمبات وتحدثت عن 10,000 ترمبة اللي مطلوبين في مجال الصرف الصحي مع دولة رئيس الوزراء وغيرها من الترمبات اللي مطلوبة لمجال مياه الشرب. ومن اليوم ده يا فندم وأنا بتمنى إن الحظ يسمح لي إن أنا أتشرف بلقاء حضرتك، عشان أولا أوعد حضرتك بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن العائلة وكل زمايلي العاملين في المجموعة إن إحنا ملتزمين بالمواصفات اللي مطلوبة، بنحدث المواصفات وبنحدث الإنتاج، وأشكر حضرتك على إطلاق مبادرة إبدأ اللي والله ما كلام مجاملة ولا أي شيء، ولكن الشراكة مع إبدأ سمحت لنا إن إحنا نقفز ما لا يقل عن 10 سنين في التصنيع في تطوير المنتج وتطوير الآلات والمعدات. فكتر خيرك يا فندم، واسمح لي بعد إذن حضرتك إن إحنا نفتتح مصنع توسعات المحركات، توسعات الطرمبات والمحركات الكهربائية مع شباب مبادرة إبدأ. شكرا جزيلا باشمهندس حسام. استاذ حضرتك يا فندم، المشروع الثاني هو السيد المهندس تامر صالح، الشركه المصريه كونكورد. بسم الله الرحمن الرحيم، المهندس تامر صالح، العضو المنتدب لشركه المصريه كونكورد. الشركه فندم بتعمل في مجال انتاج المواسير الصلب المدحوبه حلزونيا
تعد الشركة أول شركة في مصر وأفريقيا نظراً لأنها دلوقتي بتعمل بأقطار كبيرة تصل ل 2.60 متر وبسمكات كبيرة تصل ل 25 ملي. الخط الإنتاج بتاعنا فندم هو خط إنتاج والأحدث عالمياً. الخط الإنتاج ده جايبينه من دولة ألمانيا، هو مطابق لمعايير الجودة العالمية والقياسات العالمية. زي ما احنا شايفين يا فندم أول مرحلة عندنا الكويل أوبنر ده بيفتح الكويل أول موجودي، بعد كده ندخل على مكنة اللحام الرئيسية اللي بتاخد الكويل ده بتبتدي تفرد الشيتات بتاعته لغاية أما بيوصل لمرحلة التصنيع الخاصة بالماسورة ويعمل اللحام الحلزوني فيها لغاية أما توصل لمرحلة القطع بالليزر طبقا لطول الماسورة المقرر بيبقى 12 متر، احنا الأطوال عندنا بتوصل ل 13 متر يا فندم. المرحلة اللي بعد كده يا فندم بتبتدي تدخل على مرحلة مكنة الشنفرة اللي هي بتعمل نهايات الأطراف بتجهزها علشان تبقى جاهزة في مواقع إن هي تبقى سهلة التركيب. بعد مرحلة الشنفرة بيبقى في عندنا مكنة اختبار الهيدروستاتيكي اللي بتعمل اختبار لضغط المواسير طبقا لنوع المشروع ونوع الوسط الداخل في المواسير، ومكنة الاختبار الهيدروستاتيكي بتصل إلى 300 بار. المحطة اللي بعد كده هي محطة الدهانات وبتنقسم لأربع مراحل، المرحلة الأولانية والثانية اللي هم الترميل الداخلي والخارجي لتأهيل الماسورة لعمل العزم اللازم لها طبقا لنوع المشروع نوع التربة في المشروع وطبقا لرأي الاستشاري. جميع المراحل دي يا فندم بتتم تداول المواسير فيها بطريقة أوتوماتيكية عن طريق منظومة تداول مواسير كاملة موجودة في المصنع. في كمان احنا تعاقدنا على خط إنتاج جديد إن شاء الله بإذن الله ينضم إلى خط الإنتاج اللي موجود في المصنع مع بداية العام القادم إن شاء الله، تصل في قطر الماسورة إلى 3.5 متر، وده هيضاعف كمان كمية الإنتاج اللي موجودة هيخليها تصل إلى 200,000 طن سنوياً. الكلام ده فندم وفر فرص عمل للناس عندنا لأكثر من 300 فرصة عمل. المشاريع احنا اشتغلنا فيها المشاريع القومية اللي موجودة طبقاً لتوجهات سيادتك وبالمشاركة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، زي مشروع بحر البقر اللي موجود في تنمية سيناء ومشروع مستقبل مصر اللي موجود في الدلتا الجديدة. وإحنا بنتطلع إن شاء الله بعد ما نخلص المشروعات القومية والتزاماتنا فيها إن إحنا نتجه إلى التصدير، فالوضع في الاعتبار إن إحنا ممكن نشتغل مع الدول العربية الشقيقة في إعمار ليبيا الشقيقة، وإن إحنا في مشاريع برضو داخلة في المملكة العربية السعودية ممكن نساعد، والكلام ده هيخلينا نزود العملة الصعبة بتاعتنا، نزود القيمة المضافة، لأن إحنا المنتج الرئيسي الخام الرئيسي اللي إحنا بنجيبه ونشتغل بيه الخام كله من جمهورية مصر العربية، وبالتالي بعد التصدير ده هيوفر عملة صعبة للدولة. الوفر في الفاتورة الاستيرادية بتاعتنا يا فندم، المواسير دي كلها كانت بتستورد قبل كده من الخارج، كنا بنستهلك فيها من حوالي من 150 ل 300 مليون دولار سنويا. زي ما احنا شايفين يا فندم المواسير وتداولها برضو في المصنع في الهنجر. ان شاء الله باذن الله يا فندم نكون عند حسن ظن سيادتك ونساعد في ان احنا نكون لبنة في هذا البناء العظيم في المشاريع التطوير اللي شغاله في جميع المحاور على مستوى الدوله. متشكر يا فندم لسيادتك. شكرا جزيلا يا باشمهندس تامر. استاذن حضرتك يا فندم في الاستاذ طارق حوا رئيس مجلس اداره مجموعه حوا. اتفضل يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، ومتشكرين على الحضور الكريم لمشاركه حضرتك لفرحتنا والمهرجان اللي احنا شايفينه دون. ان شاء الله نكون عند حسن ظن حضرتك وكل مصر ان شاء الله علشان نلغي كلمه صنعه في الصين صنعه في اي بلد اخرى. ان شاء الله يا فندم احنا هنا موجودين في اكبر صرح لانتاج وسائل النقل الخفيف بجميع انواعه سواء عادي او كهرباء، وان شاء الله ده يعتبر اكبر صرح في الشرق الاوسط وافريقيا على مساحه 400,000 متر بإجمالي استثمار 2 مليار 750 مليون إن شاء الله،
وان شاء الله فندم دون يخلق فرصه عمل 1500 فرصه عمل على الاقل مباشره. وفي نفس الوقت حضرتك هنوفر الفاتوره الاستيراديه من 250 مليون دولار الى 300 مليون دولار. وان شاء الله يا فندم وان شاء الله باكوره الافتتاح هتبدا من شهر يناير 23 حتى ديسمبر 23 يكون انتهينا ان شاء الله من المشروع ده بفضل الله تعالى. شكرا جزيلا استاذ. منتظرين سيادتك في افتتاح ان شاء الله رب العالمين. شكرا فندم. اتفضل. شكرا جزيلا يا استاذ طارق. المهندس سيف عيسى العضو المنتدب لمجموعه علام القبضه. اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا فندم. حضرتك المهندس سيف الدين نبيل عيسى العضو المنتدب حسن علام القبضه. اولا احب اشكر حضرتك لاتاحه الفرصه ان احنا نتكلم عن المشروع بتاعنا. مشروعنا هو نوفا للصناعات بالشراكه مع ابدا. احنا هنصنع فيها يا فندم معدات محطات تنقيه المياه والصرف الصحي. حضرتك عارف ان احنا كنا بنستورد المعدات دي بالكامل من الخارج وكانت بتكلف الدولة مئات ملايين الدولارات كل سنة. احنا النهاردة هنصنعها محليا بالتعاون مع وبالترخيص من كبرى الشركات العالمية. وهنقدر يا فندم ان احنا نعمل مكون محلي من 90% إلى 100%. احنا حاليا يا فندم تم التعاقد على شراء الماكينات من كبرى الشركات العالمية ومنها ماكينات تشغيل بالليزر متقدمة جدا أول مرة هتستخدم في مصر. وده هيمكننا أن احنا نطلع جودة منتج بجودة عالية جدا تماثل أو تتفوق على مثيلاتها في أمريكا وفي أوروبا. وكمان هيمكننا أن احنا نخدم صناعات تانية زي صناعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وبعض الصناعات في البترول والغاز. احنا بنهدف يا فندم تحقيق مبيعات في أول عام تصل إلى 100 مليون دولار وتصل إلى 300 مليون دولار بحلول العام الخامس، ويكون تلت المبيعات دي مستهدف إن هو يكون من التصدير بإذن الله. وبنهدف يا فندم برضو توفير 300 فرصة عمل من عامل وفني ومهندس، وتوفير من البطاقة الاستيرادية للدولة في أول سنة 70 مليون دولار تصل إلى 200 مليون دولار بإذن الله بحلول السنة الخامسة. إن شاء الله يا فندم هيتم افتتاح المصنع في إبريل 2023، وياريت حضرتك تشرفنا وتفتتح معنا المصنع بإذن الله. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا مهندس سيف. المهندس حامد العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من مدينة إوزنة الصناعية ومجمع العربي الصناعي ومن داخل مصنع تطوير وإنتاج أجهزة التكييف بنرحب فخامة رئيس الجمهورية والسادة الضيوف. وحضرتك احنا هنا في مصنع التكييف بننتج 500,000 جهاز تكييف سنويا بنبيعهم في مصر وفي الدول المحيطة. شغال معانا هنا في إوزنة 20,000، ونسبة التصنيع المحلي للتكييف وصلت أقرب من 70%. وطموحنا وطموح شباب ابدأ ملوش حدود. إن شاء الله قريب جدا هنبدأ نصنع أجهزة الكمبروسور، وحدات الكمبروسور اللي داخلة في تصنيع التكييف بطاقة 6 مليون جهاز، 2 مليون منهم إن شاء الله يغطوا الاحتياج المحلي، و4 مليون يتصدروا داخل أجهزة التكييف ووحدات التدفئة المركزية ووحدات تكفيف الملابس. إن شاء الله معانا 5 مشاريع كمان تحت مظلة ابدأ إن شاء الله ينطلقوا في تحت قيادة حضرتك وبالعزيمة والإرادة. إن شاء الله مصر تبقى مصنع إقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا بإذن الله تعالى. وشركة العربي النهاردة فيها 46,000، بإذن الله يكونوا 200,000 يتضاعفوا 5 مرات، ونساهم في حلمنا اللي حضرتك حطته لنا إن نحقق تصدير بمليار دولار. نساهم كلنا إن شاء الله لتحقيق الحلم ده، وإحنا قد التحدي. ومصر إن شاء الله إن شاء الله دايما في الأمام، ونسأل الله التوفيق. شكرا يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا مهندس محمد العرب. المهندس خليل ابراهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة فريش. تفضل يا فندم. اسمي خليل ابراهيم. سلام عليكم. بأدير شركة فريش للأجهزة المنزلية. فريش بدأت 87 ووصل عدد العاملين بها 12,000 فرد، وبتنتج 12 مليون جنيه، وبتصدر ب 120 مليون دولار. نشكر مبادرة ابدأ لاشتراكنا مع منافسينا في مشروعات تصنيع بعض المكونات التي كنا نستوردها، ونحن متوقعين كل منا في ركنه، والتي كانت تكلفنا 65 مليون دولار سنويا. بالفعل بدأنا تنفيذ مشروعات تصنيع 23 مليون محبس بوتاجاز مع شركة إسبانية، و5 مليون شبكة ظهر، و3 مليون طلمبة غسالة بتكلفة استثمارية مليار جنيه. هذه المشاريع سوف تشغل 600 أسرة مباشر وتغطي الاحتياج المحلي، ونصدر سنويا 350 مليون جنيه. الأهم أن وجود تصنيع المكونات بجوارنا سوف يساعدنا على مضاعفة الصادرات الأجهزة. لن نضطر إلى الانتظار 4 أشهر لتلبية طلبية تصدير طارئة. ربنا الذي أعطانا بئر الغاز يوفق رئيسنا الجسور عبد الفتاح السيسي في زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، لتصبح مصرنا أم الدنيا قد الدنيا. ربنا في ظهرك وإحنا في ظهرك يا ريس. نشكرك رئيسنا ومبادرته ابدأ. شكرا جزيلا مهندس خليل ابراهيم. المهندس ادهم ابو النصر رئيس مجلس اداره شركه تكنولوجيا الطاقه المتخصصه. اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجمهوريه، الحضور الكرام. مهندس ادهم ابو النصر رئيس مجلس اداره شركه تكنولوجيا الطاقه المتخصصه سي بي تي. احنا فندم شركه مساهمه مصريه بشراكه اجنبيه، مختصين بصناعة مولدات الكهرباء التي تعمل بمحركات الديزل. المصنع يا فندم اللي أنا واقف فيه حاليا في مدينة بدر ده كان حلم شخص وحلم زمايلي من المهندسين والفنيين اللي صنعناه بره مصر لعشرات السنين يا فندم، إن احنا نوطن الصناعة دي في مصر بأيدينا المصرية اللي احنا كنا بنصنع بيها خارج مصر، والحمد لله نجحنا بتوطين نسبة مكون محلي في المنتج النهائي بتاعنا تصل إلى 45%، والمنتج النهائي يحمل علامة بكل فخر صنع في مصر يا فندم. احنا المصنع بدأ في 9/2021، بدأنا بخطوط الإنتاج وباستثمارات ذاتية 2.5 مليون دولار، مع خطة مستقبلية لزيادة الاستثمار يا فندم في مصر في خلال الثلاث سنوات القادمة تحت سيادة حضرتك ب 50 مليون دولار يا فندم. المصنع حاليا بينتج 2000 مولد سنويا. الخطة يا فندم ان احنا نصل الى 50 و15,000 مولد سنويا ومجمع صناعات. احنا عائلة سي بي تي كلها يا فندم بتشكر توجيهات سيادتك والمبادرة الشبابية مبادرة ابدأ. احنا سجلنا اول نشاط صناعي في مصر لصناعة مولدات الكهرباء التي تعمل بمحركات الديزل يا فندم بنظام الاكواد، و كلنا يا فندم عندنا امال. احنا المنتج بتاعنا وثقه انه هيغزو كل الاسواق العالميه. احنا بدانا يا فندم السايكل بتاعتنا بالعكس، بدانا بالتصدير قبل تغطيه السوق المحلي. توجيهات سيادتك الاخيره بالاعتماد على المنتج الوطني في المشاريع القوميه بتدينا كلنا ثقه يا فندم ان احنا نكون جزء من ملحمه نجاح للصناعه والمصنع المصري تحت قياده سيادتك ودعم مبادره ابدا يا فندم. بشكر حضرتك جدا يا فندم وبشكر مبادره ابدا يا فندم. شكرا جزيلا مهندس أدهم. شكرا جزيلا لحضراتكم.